السبب الأول هو مناقشة مشروع سحب السيادة الأردنية عن المقدسات الإسلامية ومسجد الأقصى بالذات في الكنيسة الصهيوني الأسبوع الماضي وتأجيله لمناقشته لهذا الأسبوع هذا اليوم. بالنسبة للشباب المعتصمين اليوم والأخوات، إحنا مجموعة شباب همنا فقط مسجد الأقصى اللي هو كان أولى القبلتين، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مسؤولية وهو وقف إسلامي، مسؤولية مش ليس مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، هو مسؤولية كل مسلم، هو مسؤولية يعني الأردن بالدرجة الأولى، لأنها الأردن هي صاحبة السيادة على هذه المقدسات.